دائما وقتها بشتري شيء للبيت لازم يكون شيء انا بحبه. البيت عندي بيصير مثل كولاج، يعني كل مره بتجيبي شغله وبتحطي شغله مع الثانيه بلاقي هذا الشيء بيعطي كاركتر، منه بياخذ من شخصيتي على البيت ومنه كانسبيريشن بتضل الهويه تبعيتي للشغل تبعي. وهيدا الشيء بتشوفيه بالجولري اللي بعملها اللي هي بالعربي. بالعربي وبأشبي بيكملوا بعضهم بكتير أشياء، وبتأمل أنه هالكولابريشن حتكون مهمة للكل. الواحد حلو يكون يحب حاله بطريقة أنه ما يشوف حاله بس يعيش حياته مثل ما هو بده. Be who you are, be the lifestyle.